تفاصيل المنخفضات القادمة إلى المملكة وآخر التحديثات فيما يخص الثلوج بتاريخ اليوم 24/1/2024. بداية اليوم ما زالت المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اللي تم تصنيفه أنه من الدرجة الأولى وهي الدرجة الضعيفة. رح يستمر هذا المنخفض حتى يوم الغد ليبدأ تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار. حالات عدم الاستقرار زي ما احنا عارفين هي حالات عشوائية، يعني الأمطار رح تكون في مناطق متفرقة، ممكن يكون في لها بعض التركيز في المناطق الجنوبية والشرقية. ومع عطلة نهاية الأسبوع ويوم الجمعة والسبت متوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه أنه من الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة هي المتوسطة إلى عالية الفعالية. لنعرف تفاصيل أكثر عن التوقعات بعيدة المدى وعطلة نهاية الأسبوع والثلوج رح ننتقل لمركز التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب. صحيح، مثل ما تفضل زميلنا مهند، بإذن الله متوقع أنه نتأثر بمنخفض جوي نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت. هذا المنخفض مصنف من الدرجة الثالثة، متوسط إلى عالي الفعالية. سبب تصنيفه أنه من الدرجة الثالثة، أول إشي هذا المنخفض راح يؤدي إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة. بالإضافة إلى هذا الشيء، عندنا إن شاء الله أمطار متوقعة، راح تكون غزيرة هاي الأمطار ومعدل غزارة عالي في مناطق عدة من المملكة، راح يأثر على شمال ووسط وجنوب المملكة. بالإضافة لهذا الكلام، إن شاء الله متوقع أنه يكون في عندنا رياح قوية في المناطق المفتوحة ومرتفعات جبلية العالية، بيؤدي هذا الشيء إلى تشكل عواصف رملية في المناطق المفتوحة، يعني نحكي عن هبات قوية قد تصل إلى 100 كيلومتر بالساعة. هذا فيما يخص منخفض الجمعة والسبت. بالانتقال إلى موضوع الثلوج، المتوقع إن شاء الله زي ما نشاهد على الخرائط الجوية، في عندنا منخفض جوي إن شاء الله راح يتشكل في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، مصحوب بكتلة هوائية باردة. هاي الكتلة الهوائية الباردة متوقع تكون فيها رياح قطبية، خاصة أيام الاثنين مساء، ليلة الاثنين تحديدا على الثلاثاء ويوم الثلاثاء، قد تجلب الزخات الثلجية على المرتفعات الجبلية العالية. لكن فيما يخص موضوع الثلوج، يعني يفضل التريث فيه. نتابع التحديثات القادمة إن شاء الله ونخبركم فيها أول بأول.